حلمت ان انا شايله بنت صغيره شقراء جميله جدا، لون عينيها ازرق ولابسه فستان ازرق، مخطوبه ومعنى صبغ الشعر ازرق للرجل. ده حسد. يعني ربنا يحميك يا بنتي بجد، حصني نفسك على قد ما تقدري، عليكي بالتحصين على قد ما تقدري انتي وخطيبك، ربنا يحفظكم بحفظه يا رب، والله اعلى واعلم. الحلم لصاحبتي، حلمت ان كنت بكلم خالتي المتوفيه، صاحبتك، على ماسنجر، وكانت مبسوطه وبتقولي وصلتي، قلت لها اه، قالت لي شفتي يحيى، قلت لها اه في حضني اهو وسلمت عليه، ده طفل وحفيدها في الحقيقه، وقالت لي شفتي ياسين، قلت لها لسه، وبعدين ابن خالتي اسمه احمد متجوز في الحقيقه، قال لي يلا نجيب المراتب، قلت له ماما جايبالي مراتب جديده فاضل الكسوه بس، فخالتي قالت لي اسمعي كلامه. طبعا يعني جايه لك رساله حلوه جدا جدا، ان انت باذن الله تعالى هتسمعي خبر هيحيي لك مره تانية، حاجه انت بتتمنيها، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينولها لك باذن الرحمن. فابشري وان شاء الله ارتباط ليكي باذن الله، والله اعلى واعلم. لصاحبتك طبعا، الترسيل لصاحبتك. حلمت اني لابسه كوتشي اسود عالي وجديد وشكله حلو، ولقيت رجلي اليمين لابسه فوق الكوتشي شراب بني فوق الكوتشي، رحت لبست في رجلي الشمال الشراب التاني فوق الكوتشي برضو علشان الاتنين ما يكونوش مختلفين. اللي انا شايفاه في الرؤية، انت لو مش مرتبطة فده ارتباط ليكي من واحد حريص زي حالاتك بالظبط، يعني ما شاء الله واخدين طباع بعض جدا ما شاء الله، واحد واخد طبعك. واحد واخد طبعك، الجزء اللي فيك اللي مش قوي فهو نسخة منك، ربنا يا رب يصلح حالك وحاله ويجمع ما بينك انت واللي يصونك على خير. حلمت ان جوزي رجع من السفر وعندي مناسبة، وكنا يوم وقفة العيد الصغير، والسوق عندنا مليان فاكهة بالاخص العنب لونه احمر، وكل الناس بتاخد منه بس انا ما خدتش غير حتة لونها اخضر، وبعدين طلعت على الطريق لقيت امي وحد معاها عاملين مفاجأة بكمية هدايا معرفش من مين، وانا كنت فرحانة قوي، وبعدين رحت البيت لقيت امل طلعالي ومعاها هدية كبيرة، وكان معايا قريبة ليا متوفية كانت قاعدة معايا بس ساكتة واسمها زينب. رجوع زوجك من السفر وقفة عيد وسوق والحاجات دي كلها بتدل على بعض المشاكل اللي انت بتمر بيها فعلا بسبب سفر زوجك، لكن اللهم بارك عودة الامل والاستقرار والراحة، يعني الحاجة اللي انت بتأملي فيها خير مع زوجك هتحصل، فاصبري ان بعد العسر يسرا، فاصبري. الرؤية بتاعتك طبعا يعني هو فيها الرمزين الاخر معقولين وحلوين، فانا شايفة انك انت يعني معلش هتصبري على الحوارات اللي بتحصل اللي انت فيها دي، لانك ان شاء الله ان شاء الله والله هتجلبي، مش عارفة عوض السنين او عوض الوقت اللي فاتك كله، هيجيلك خير باذن الرحمن، والله اعلى واعلم.